بيبدأ الفيلم في أسبانيا مع صوت مذيع الراديو وهو بيقول إن الموارد الغذائية ما بقتش مكفية البشر وإننا لازم نتجه لتخفيف المواليد بأي شكل. وبيظهر قدامنا مايا وجوزها وهما بيحاولوا يجروا وبيهربوا في هجرة غير شرعية، وبيكون واضح إن الراجل بيستغلهم جدا وبتديله مايا آخر خاتم معاها. وبعد ما بيقدروا يفلتوا من الشرطة بيلاقوا إن الشاحنة فيها عدد كبير جدا من المهاجرين، فبتشيل مايا حاجة من على بطنها وبنعرف إنها حامل، وكانت ربطاها لأن الحكومة مش بتقبل أي طفل أو أي ست حامل توفيرا للنفقات. وده بيفسر ليه كل الشاحنة ستات حوامل وأطفال، لأن طبعا كلهم خايفين من الموت وكلهم رايحين على أيرلندا. بتشوف مايا طفلة صغيرة وساعتها بتفتكر بنت اللي قتلوها وبتحس بالذنب تجاهها، لكن جوزها بيقولها إنها ملهاش أي ذنب. الشاحنة بتتفتح في نص الطريق وبيطلع مجموعة كبيرة تانية من المهاجرين والمهربين بيضربوا عليهم نار علشان ينزلوا تاني، وفي وسط الزحمة بيكون موجود نيكو جوز مايا وبيحاول يفهمهم إن هو كان هنا من البداية وإنه زوجته جوه لكنهم مش بيسمعوه. وبتشوف مايا الشاحنة اللي راح ليها وبتحفظ لونها ورقمها، وبعدين بتتصل على نيكو من الموبايل اللي مخبياه، وساعتها بيطلب منها تتماسك وبيطمنها إن هو هيقدر يوصل لها. وبتقعد تعيط وبتكون خايفة وبتعدي الشاحنة على كمين، والضابط بيشك إن الشاحنة من جوه أقصر من شكلها من بره، فبيدخل عسكري يضرب عليه نار وبيتأكد إن جواها مهاجرين فعلا، فبيطلب منهم يخرجوا بالذوق بدل ما يغربلوا الشاحنة، وبيطمنهم إن هو مش هيعمل أي حاجة للأطفال ولا الستات. وأثناء ما هو بيقول ده بتقدر مايا إنها تطلع فوق صندوق عالي وبتفتح واحدة غيرها الباب، وأول ما بتفتح بيضربوا عليهم نار وبيغربلوهم كلهم حتى الطفلة الصغيرة. وبتشوف مايا كل ده من فوق وهي ميتة من الرعب، وهما بيشيلوا الجثث وبينظفوا المكان. وبتروح هي في البحر لوحدها وبيحصل عاصفة شديدة جدا وبتقع الشاحنة من المركب في البحر، ولما بتفوق بتلاقي نفسها لوحدها تماما وبتخاف وبتعيط، وبتحاول تتصل بنيكو لكنها بتلاقي ان تليفونها الشاشة بتاعته باظت ومش بيفتح، وبتدور فبتلاقي تليفون بتاع ناس من اللي كانوا موجودين لكنها مش بتعرف الرقم السري. وقتها بتحاول تشوف الشاحنة اللي هي فيها اي حاجة تتاكل، لكن مش بتلاقي الا علب اكل فاضية وكمان سماعات وكمان بتلاقي هدوم، فبتغير هدومها وبتكمل، فبتلاقي صندوق ازايز خمرة وده كده اخر واحد، وبكده ينتهي اخر امل انها تلاقي اي حاجة تتاكل. وفي وسط المية بتشوف ذكرياتها مع بنتها اللي ماتت وهي مليانة مية وبيضة، فبتفتحها علشان تتفرج عليها وهي زعلانة، وفجأة بتسمع صوت ناس كتير جدا بتصوت، وبيطلع ان الصوت جاي من نفس الشاحنة اللي فيها نيكو، فبتقعد تنده عليه لكن من غير اي فايدة، والشاحنة بتغرق تماما، فبتفهم ان نيكو مات ومات معاه اخر امل ليها انها تخرج من هنا. وبتجيلها فكرة انها تبدل الشرايح وبتحاول تتصل بنيكو لكن الموبايل بيديها غير متاح، ولان كل حاجة انتهت خلاص فبتقرر تنهي حياتها. وقبل ما تعمل كده بثواني بتلاقي بنتها بتتحرك جوه بطنها، فبتقرر انها تحاول تعيش علشانها، وبتحاول تهدى وتنام شوية لكنها بتحلم بكابوس ان الشاحنة غرقت، وبتقوم منه على المية وهي فعلا مالية المكان بصورة كبيرة، فبتحاول تفكر في حل وبتقوم بسد الفتحات اللي بتدخل منها المية بلزق، وبتمسك الخراطيم تحطها في الاخرام علشان ترمي منها المية بعلب التلاجة. واثناء ما هي بتعمل كده بيجيلها اتصال من نيكو اللي بيكون اصلا مطلعش على الشاحنة، والراجل ضحك عليهم فبتفرح جدا، وهو بيسألها وصلت فين فبتقوله على اللي حصل وانها لوحدها في عرض البحر، وطبعا بيطلب منها تصمد وانه هيحاول يوصل لها. وقتها بتفكروا مايا بمنتهم اللي جات لها في الحلم وبتقوله انها حاسة بالذنب، لكنه طبعا بيطمنها انها عملت اقصى حاجة ممكن تتعمل، وبتاكل مايا من الاكل البسيط اللي معاها قطمة واحدة بس علشان تحاول تخليه يكمل اطول وقت ممكن. وبتيجي عاصفة شديدة جدا وبيجي معاها الطلق لمايا وبتكون خلاص هتولد، لكنها بتفضل تقول للبيبي تصبر شوية وما تنزلش وهي هنا، لكنها بتبقى بتولد فعلا وبتفضل تقول لها ليه كده انا قلتلك اصبري شوية. واثناء ما هي بتقول كده البيبي بتنزل في المية وبتلحقها مايا بسرعة، وطبعا متخاف لا تكون ماتت لانها نزلت في المية، وبتفضل تقول لها ارجوكي اتنفسي، لغاية ما فعلا البنت بتصرخ، وبتصرخ مايا معاها من الفرحة وبتكون مش مصدقة نفسها ان البنت لسه عايشة.
والعاصفة بتهدى وبتاخد مايا بنتها في حضنها هي والحبل السري اللي بتكون لسه مش عارفة تقطعه. وبعد ما بتهدى بتبدأ انها تتصل بنيكو لكنه برضو مش بيرد، ولما بتهدى بتنظف المكان حواليها تاني وبتستخدم الإطار بتاع علب التلاجة علشان تسد بيه الفتحات، وبتحاول تردع بنتها لكنها بتكون رافضة ترضع، ومن ضغط مايا وتوترها بتزعق للبنت وبتصرخ في وشها لكنها بترجع تحضنها وبتعتذر لها وبتحاول تاكل علشان تعرف ترضعها، وبتجرب فعلا وبتنجح. وبعد ما بترضعها اول مرة بتجوع جدا وبتخلص اخر حتة سندوتش واخر حبة في التونة، وقبل ما تخلص المية بتبص لبنتها وطبعا بتحاول تلاقي حل علشان تخرج من هنا، وبتبدأ تخرم في السقف باستخدام الشنيور اللي معاها، لكنها قبل ما تخلص الشحن بتاعه بيخلص وهي بتكون خلاص هتموت من الجوع، فبتاكل المشيمة بتاعت بنتها. وبتيجي عاصفة تانية وبتقع في المية، بس المرة دي بسبب الحوت اللي بيحاول يخبط في الشاحنة، وساعتها بتكمل بالمطوة اللي كانت بتحاول تنتحر بيها لكنها بتتكسر وبتنهار من التعب والجوع، وبتجيلها بنتها وبتقول لها سبتيني ليه، وعلبة التونة بتيجي قدامها فبتجيلها فكرة انها تستخدم غطى التونة تكمل بيه، وإيديها بتتقطع وهي بتعمل كده وبنتها بتكون بتصرخ من الجوع، فبتجيب القماش اللي كان مربوط بيه الصناديق وبتحاول تكمل بيه الفتحة، وبتقدر فعلا انها تفتحها وبتحس لأول مرة بالأمل، وبتاخد بنتها وبتطلع فوق الصندوق وهي بتغير لها الحفاض اللي من القماش وبترميه في البحر، بتلاقي السمك اتلم حواليه، فبتحاول انها تجيب اي حاجة علشان تصطاد بيه السمك ده لكنها بتفشل، وبتفضل تطلع كل يوم على أمل ان حد يوصل لها لغاية ما بتشوف طيارة، فبتنزل جاري علشان تجيب أي حاجة تعكس لهم بيها الضوء، وبتكسر الشاشة وتاخد منها جزء، لكن وهي طالعة بتتعور في جرح كبير جدا، وبتكمل وبتقعد تشاور لهم لكن محدش بيشوفها، وبتنزل تشوف أي حاجة تعالج بيها الجرح ده، فبتستخدم إبرة حديد من جوه الجهاز، وبتقعد تشرب طبعا خمرة كتيرة علشان ما تحسش بأي ألم. وتاني يوم بتستخدم السماعات اللي كانت في الشاحنة انها تعمل بيها شبكة صيد، وباستخدام الحفاض بتاع بنتها قدرت انها تجمع السمك داخل الشبك، وكانت بتاكل بشكل هستيري من الجوع، وكل ده وهي لسه مش قادرة توصل لنيكو تاني. وبيكون عد عليها 12 يوم ونوا بنتها تعبانة جدا وبردانة، فبتولع لها في حتة قماش وتحطه في علبة علشان تتدفى، ساعتها بتسمع صوت التليفون وبيكون نيكو، لكنه بيقول لها انه مش هيقدر يجي لأن كل ما بيجي بمركب بيتمسك وطبعا كانوا هيموتوا. ساعتها بتقوله إنها ولدت بنت وسمتها نوا زي ما كان عاوز، وبتسمعوا صوتها والموبايل خلاص بيفصل، وساعتها بتفقد الأمل للأبد وبتقعد فوق السطح تعيط لأنها خلاص هتموت هنا. وبيمر يوم واثنين وثلاثة وعشرين يوم ومش بيكون قدامها أي حل إلا إنها تعمل مركب صغير لبنتها علشان تحاول تنقذها، لأن المية بتكون خلاص ملت الشاحنة وهتغرق. وبعد ما بتطلع بنتها على السطح بتربط رجلها في مركب بنتها وبتنزل تجيب ألبوم ذكرياتها وصور بنتها، لكن بتغرق جوه وبتحاول بكل قوتها إنها تتغلب على المكان وتطلع، وبتطلع وبتكون بنتها تاهت منها، وكمان بيعدي جنبهم حوت فبتترعب جدا على بنتها اللي بتسمع صوت صراخها أخيرا وبتقدر توصل لها، واخر جزء من السمك معاها بتطلعه من العلبة علشان الطيور تتجمع عليه، وفعلا بتشوفهم عيلة بتكون طالعة تصطاد وبيقدروا يوصلوا للصندوق اللي فيه بنتها نوا، وكمان بيوصلوا لأمها لأنها بتكون مربوطة فيه. وبعد وقت بينجحوا انهم يخلوها تفوق، ولما بتسأل على بنتها بيطمنوها عليها وبتاخدها في حضنها، ومش بتكون طبعا مصدقة انها قدرت تنجو بعد كل الوقت ده. وهنا يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل اعجاب واشتراك للقناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، واستنونا في فيلم جديد وملخص جديد.